الإنسان البوسبيري المواطن المغربي للأسف الشديد تم إفراغه من الرجولة ومن الشهامة تماما، ما خلو معني ما خلو لمش على واش، لدرجة أنه جيهم قولاني يعني فرقة تدخل عندهم وتدير مناورات مع الجيش تاعهم وهم ولا شيء، هما ولا شيء والله، وتقول كاين اعتراض ولا كاين كذا، لا قاعدوا يناقشوا، راهم قاعدين سمك الشبوط، راهم دخلوا عندهم، راه عندهم قولاني، راهم موجودين عندهم، هما قاعدين يناقشوا ايه هو ودبي راه فيها راح تدي روح يا ودي روح يا ودي روح يا ودي روح، وراك عايش وراك عايش وراك زاطل وراك وين وين، احنا رانا في 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 رانا نشوفوا في مصيبه كبيره، من المفروض أن الشعب المغربي يترجم غضب الشعوب العربية كلها ويرفض ما يحدث. ديروا مناورات عسكرية، احنا ما قلناش ما ديروش مناورات، هذا حقكم وحق الجيش تاعكم أن يدير مناورات، احنا ذا اللي رانا نديروا في المناورات، رانا مهبلينكم بالألعاب النارية في جهة بشار، راكم تشوفوا في النيران مشتعلة عندكم في الحدود، ديروا نواحكم يعني هذا حقكم، ولكن من المفروض أنه لما تصل إلى درجة انه يجي الكيان الصهيوني يجي عندكم، والكيان كيفاش انت يا الملك راك جايب قولاني هنايا، يعني لو كان جا كاين ذره من العقل وذره من الشجاعه وذره من المروءه، بصح ما كانش رجال، ما تقدرش تقنعني انا، حتى كنت نحسب في بعض المراكز كنت نلتمس فيهم شيء من النخوه وشيء من الثقافه وشيء من الشهامه، ظهروا بلي ما كانش، ما نقدروش نحولوكم رجال مكمل، هذه حقيقتك المروكي يقبلها، دوكا لازم تقبلها بصدر رحب، لازم توافق، لازم تقول بلي انا ماشي معروف عليكم، سبحان الله، يعني اعطوني بقعه في العالم راح مشى دار فيها مناورات من غير انتم، علاش جاو عندكم انتم وداروا المناورات؟ يا خويا العالم فيه 189 دوله ولا ما عارف شحال فيه من دوله، هذو كامل الدول تاع العالم كامل جاتكم غير على الكيان الصهيوني يجي يدربكم وتدربوا معاه.